اهلا بحضراتكم من جديد، ووقتنا بيجري معاكم بسرعه، فنروح لاخر فقراتنا في برنامج ترند، ونروح للترند المحلي. وفي تويته مهمه جدا من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني. بصراحه الراجل ده الوحيد اللي بيحسسني ان احنا عندنا ماتش مهم جدا مع منتخب السنغال. مش عارف ليه حاسس ان الراي العام او الشارع الرياضي يا جماعه مقبلين على مباراه حاسمه مع السنغال خلاص بعد ايام قليله جدا. الراجل عامل كاونت داون، عامل عد تنازلي يوميا، ودايما بيوجه رسائل للمحترفين ولكل لاعيبه منتخب مصر، والرسائل دي مهمه جدا نبرزها من خلال برنامج الترند ومن خلال السوشيال ميديا. النهارده كارلوس كيروش كتب على الاكونت الرسمي على تويتر، وجه رساله قال: يا شباب، يتبقى 5 أيام على بدايه المعسكر، لا شيء مستحيل، لا تشك ابدا في فريقا مليئا بالاشخاص الشجعان والموهوبين الملتزمين يمكنه تغيير المستقبل. الجميع الان متحدون ويدعمون منتخب مصر. يرتدي قميص منتخب مصر قلب كل مشجع، و100 مليون متحدون في نبضة قلب واحد. كلام مهم جدا من كارلوس كيروش. الرسالة ده مش للعيبة بس، للإعلام الرياضي وللمشجعين. النهاردة احنا بنتكلم في 16 مارس، أول مباراة يوم 25 مارس، بنتكلم خلاص 9 أيام على المباراة، لكن بداية المعسكر باقي عليها 5 أيام. يا رب إن شاء الله يكون فرحة لشعب المصري في الجولة الفاصلة القادمة مع منتخب السنغال. كل بيستعد وبيشتغل، لا يتبقى سوى توفيق ربنا في هذه المباراة المصيرية. طيب، على حضور الجمهور وجزئية حضور الجمهور، في الجول النهاردة نشر كلام مهم جدا متعلق بطرح التذاكر. نفاذ الطرح الأول من تذاكر مباراة مصر والسنغال بالتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم. شركة تذكرتي أعلنت نفاذ الطرح الأول بالكامل، واليوم سيتم طرح الدفعة الثانية، وإن شاء الله يكون في أكثر من 60,000 في استاد القاهرة الدولي. حساب المصري اليوم الرياضي بيتكلموا لأن في إصابة لحارس السنغال قبل مواجهة منتخب مصر، وهنا الإصابة مش متعلقة طبعا بإدوارد ميندي، لا، هي الإصابة متعلقة بالحارس الثالث، حارس نادي رين الفرنسي ألفريد جوميز، مش هيكون موجود في المباراة، وبالتأكيد الإصابة هتمنعه. لكن إدوارد ميندي لاعب تشيلسي وحارس السنغال موجود، وقدامك هي القائمة المتعلقة بقائمة منتخب السنغال. مفيش تغيير وحيد عن القائمة اللي تواجدت في كأس الأمم، هو سبالي لاعب ريال بيتيس، ويوسف سبالي ده يمكن لاعب مهم جدا بيلعب في ريال بيتيس الأسباني، هيكون موجود على حساب الحارس أليو فاتي. لكن أليو سيسي نفس القائمة اللي كانت معاه في كأس الأمم، تم الاستعانة بها في مباراتي مصر سواء الذهاب أو الإياب 25 و29